موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن جرير رحمه الله: وأما قوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فإنه يقول جل ثناؤه: قاتلوا المشركين بالله أيها المؤمنون جميعا غير مختلفين، مؤتلفين غير مفترقين، كما يقاتلكم المشركون جميعا مجتمعين غير متفرقين. عن السدي: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أما كافة فجميع وأمركم مجتمع. عن ابن عباس قوله وقاتلوا المشركين يا كافة يقول جميعا، حث على العمل الجماعي في القتال في سبيل الله خطاب لمجموع المؤمنين في أي وقت وفي أي زمان، أنه لا يتم قتال إلا باجتماع، لأن الكفار يجتمعون علينا، فكيف نكون نحن متفرقين؟ ولذا شرع الجهاد مع البر والفاجر من الأمراء طالما كانوا يقيمون الدين في الجملة. وكذلك إذا فقد الإمام أو فقد أو قتل القائد الذي يقود الجيش، فإن المسلمين عليهم أن يؤمروا أحدهم يقوم بأمر ربهم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما وجب عليهم، كما فعل المسلمون ذلك في غزوة مؤتة عندما قتل القادة الثلاثة زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة. فلما قتل الثلاثة أخذ الراية خالد بن الوليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير إمرة، ففتح الله على يديه فمدحه فيما صنع وسماه فتحا. عن قتادة: وقاتلوا المشركين كافة أي جميعا. والكافة في كل حال على صورة واحدة، لا تذكر ولا تجمع. يعني اللفظ كلمة كافة دي ما فيش كافتان مثلا لا تثنى، هي على جميع الأحوال مذكر ومؤنث ومفرد ومثنى وجمع على صورة واحدة، لأنها وإن كانت بلفظ فاعلة، بلفظ فاعلة يعني على وزن فاعلة، فإنها في معنى المصدر كالعافية والعاقبة. ولا تدخل العرب فيها الألف واللام، مش الكافة لكونها آخر الكلام، مع الذي فيها من معنى المصدر، كما لم يدخلوها إذا قاتلوا قاموا معا وقاموا جميعا. وأما قوله اعلموا أن الله مع المتقين، فإن معناه اعلموا أيها المؤمنون بالله أنكم إن قاتلتم المشركين كافة فاتقيتم الله فأطعتموه فيما أمركم ونهاكم ولم تخالفوا أمره فتعصوه
كان الله معكم على عدوكم عدوه من المشركين، ومن كان الله معه لم يغلبه شيء، لأن الله مع من اتقاه أخافه وأطاعه فيما كلفه من أمره ونهيه. قال ابن كثير رحمه الله. روى الإمام أحمد عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال: واحسبوا، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فأسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت، ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه. الرسول عليه الصلاة والسلام ليشد انتباه الناس في سماع تعظيمه لهذه الحرمات كان يسألهم هذه الأسئلة ليتجاوبوا معه، ثم يسكت لينتبهوا أكثر: ماذا سيقول، ماذا سيقول؟ ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فيسميه باسمه. ثم يكرر هذه الأسئلة عن اليوم وعن الشهر وعن البلد الحرام، كل هذا لينتبه الناس إلى عظم هذه المسألة، حرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة يوم النحر، أعظم الأيام عند الله، في شهر ذي الحجة المحرم في البلد الحرام. والناس صار أيسر شيء عليهم سفك الدماء وأخذ الأموال بالباطل العامة والخاصة، والوقوع في أعراض بعضهم بعضا بالغيبة والنميمة والسب والقذف والشد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث رواه البخاري. قد ذكرنا معنى استدارة الزمان، أن هذه الأشهر هي كما خلقها الله عز وجل بهذا الترتيب،
منذ خلق السماء والأرض، وأن ما صنعه أهل الجاهلية بتبديل هذه الأشهر وتسميتها بغير اسمها قد زال بحمد الله تبارك وتعالى. والظاهر كما ذكرنا أن زواله كان منذ بعثته عليه الصلاة والسلام، لأن قادة المشركين الذين كانوا ينسؤون الشهور ويجعلون المحرم مكان الصفر وصفر مكان المحرم قد هلكوا أو قد انشغلوا عن ذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه. ورواه البزار عن أبي بكر، ورواه ابن جرير أيضا عن ابن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق، فقال أيها الناس أنا إن الزمان قد استدار، فهو اليوم كهيئتي يوم خلق السماء، يوم خلق الله السماوات والأرض. لا يفهم مفهوم خلفه أنه اليوم كان كذا يبقى قبل شهر ثلاثة الأمور، لا، وإنما هذا مفهوم عرضه ما هو أقوى منه من الأدلة التي ذكرناها من أن الله سمى يوم الحج الأكبر في حجة أبي بكر سماها يوم الحج الأكبر، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، أولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وروى ابن مردويه عن ابن عمر مثله، وروى حماد بن سلم سندا فيه ضعف أبي حرة قال حدثني الرقشي عن عمه وكانت له صحبة، قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيام تشريق أدود الناس عنه أصد الناس عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماء والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء والأرض منها أربعة حرم فلا تظلمون فيهن. ابن عباس منها أربعة حرم، قال محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه، تثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسيئة ولا تبديل. قال كما قال في تحريم مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماء والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، هكذا قال هنا. قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي الأمر اليوم شرعا كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السماوات والأرض.
قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.